أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الأول كان بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعمته أوهام الواصفين. والصلاة والسلام على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، وعلى آله من حباهم بالرسالة وخصهم بالوسيلة وجعلهم ورثة الأنبياء وختم بهم الأوصياء والأئمة. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أيها الأكارم جميعا، نحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، ونحن نجتمع تحت فيء العظمة، تحت قبة أخاذ القلوب، تحت خيمة معجزة الحسين وحامل لوائه، فكما كان الإمام علي عليه السلام معجزة الرسول الكريم، فقد كان العباس معجزة علي، وكما تكرر النبي في علي وفي سبطيه، فقد تكرر علي في العباس عليه السلام. فسلام الله وبركاته عليك يا أبا الفضل ورحمة الله وبركاته، وتحية من القلب لكم أيها الحضور الكريم، الأساتذة والضيوف والطلبة الزائرين، والأحبة المشاهدين والمستمعين، ورحمة الله وبركاته. في محفل عرش التلاوة الذي يقيمه مركز المشاريع القرآنية في معهد القرآن الكريم التابع للعتبة العباسية المقدسة، وفي ضريح النور مرسال من النور، فقد حل علينا بالبركة وفد مبارك من العتبة الرضوية المقدسة، الذين قدموا يحملون الطمأنينة والأنس والبركات من قبر أنيس النفوس في أيام ميلاده المباركة. فالسلام على إمامنا الضامن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم الأحبة، نفتتح هذا المحفل المبارك بتلاوة قارئ ومؤذن العتبة الرضوية المقدسة، القارئ محمد غياثي. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
للمتابعة سيقرأ لكم القارئ من أواخر سورة الحشر المباركة. للمتابعة سيقرأ قارئنا قارئ العتبة الرضوية المقدسة من أواخر سورة الحشر المباركة. استقبلوه وتلاوته بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. كما ونرحب أجمل الترحيب بالذي حل ضيفا عزيزا على محفلنا لهذا اليوم، ونحن جميعا في ضيافة أبي الفضل العباس عليه السلام نرحب بخادم الثقلين الرادود الحسيني الملا عمار الكناني. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضعيفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا
واتقوا الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم وبوركتم ووفقتم. جاءت لنا أنغام مولانا علي بن موسى الرضا لتقرأ في محل هذا النور حيث ضريح أبي الفضل العباس عليه آلاف التحايا والسلام. مرة أخرى نرحب بكم جميعا أيها الحضور الكريم، أيها الزائرون الأفاضل، أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، كل حضورنا الكريم في محفل عرش التلاوة الذي يقيمه مركز المشاريع القرآنية في معهد القرآن الكريم العتبة العباسية المقدسة، وطاب هذا الحضور المبارك.
نستمع الآن أيها الأحبة إلى عثق متجمع، قلب يسند قلب، وصوت يدعم صوت، وروح تداعب روح، إلى عثق من شجرة ثمرات مشروع أمير القراء الذي يقيمه مركز المشاريع القرآنية في معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، وتلاوة تقرأ لأول مرة في العالم، تلاوة جماعية بطريقة الشيخ راغب مصطفى غلوش ومجموعة من أمراء هذا المشروع المبارك. استقبلهم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. نستمع الآن أيها الأحبة إلى آيات بينات من هذا القرآن العظيم الكريم الذي يخاطب النفس فتخشع، والقلب فيخضع، والروح فتقنع، والأذن فتسمع، والعين فتدمع، ولو أنزل على صخر لتصدع، له حلاوة وعليه طراوة، لا يشبع منه العلماء ولا يروى منه الحكماء، أسكت الفصحاء وأخرس الشعراء، وتحدى العرب والعرباء. نقول يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. أيها الأكارم، نستمع الآن ولأول مرة في العالم لتلاوة جماعية بطريقة الشيخ راغب مصطفى غلوش رحمه الله، فاستقبلوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنة مليك إن المتقين
في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان جداني والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها
والسماء شرف عظيم أن نقرأ بين يدي صاحب الفضل وسيده العباس بن علي عليه آلاف التحايا والسلام في هذه الأجواء الربانية الروحانية، وحيث يصعد الكلم وحيث الملائكة الكاتبين يسجلون فضل الصلاة على محمد وآل محمد. أيها الحضور الكريم، طاب وجودكم مرة أخرى وتقبل الله أعمالكم جميعا. ونحن نعيش هذه الأيام المباركة الطيبة، أيام ولادة مولانا وشفيعنا أنيس النفوس الضامن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحايا والسلام، ونحن نستقبل خدمته بالبركة والتوفيق، وهم يحملون نور رايته بين أيدينا في هذا المحفل المبارك. عند هذا الضريح وقف وقرأ، فاختزنت ذاكرة المكان صوته، انطلق قرآنياً يخدم كتاب الله المبين، فمده القرآن ببركاته ففاض عطاءً حسينياً لا حد له. عندليب يعطي الروح للحروف فتبتل الأوراق من دموعها، رسالة جوالة في المدن والبلدان يكلأه نور التوفيق لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعمر القلوب الصادئة بالحنين لمحمد وآله الطيبين الطاهرين. فهو عمار خادم الثقلين الرادود الحسيني عمار الكناني، يتشرف لأن يقرأ بين يديكم في حضرة الضيغم أبي الفضل العباس عليه آلاف التحايا والسلام. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا قمر العشيرة يا أبي الفضل العباس، يا ساقي عطاشا كربلاء،
السلام على زوارك الكرام، والسلام على خدمة القرآن الكريم، السلام على زوارك الكرام وخدمة القرآن الكريم، ورحمة الله وبركاته. السلام على مولاي علي بن موسى الرضا، أنيس النفوس وشمس الشموس، وعلى ضيوفنا وخدمة الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الرؤوف. وهذا المكان وهذا المحفل المبارك وهذا المشروع الكبير الرائع، مشروع أمير القراء، وكلهم أمراء إن شاء الله وسفراء في خدمة كتاب الله العزيز، نتمنى لهم كل التوفيق والسداد، ونتمنى لهم ودعاءنا من الله عز وجل أن يجعلهم تحت راية صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله مخرجه، ببركة الصلاة بأعلى أصواتكم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحب المواهب السنية، يا صاحب صلِّ على محمد. صلِّ على محمد. صلِّ على محمد.
محمد وآله خير الورى سجية. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا في هذه العشية. اللهم صل على محمد. أقرأ لكم أبيات أمير المؤمنين التي قرأتها لكم البارحة بطلب من الأخوة والأساتذة. ولا يسعي ولا يسار واستخف يمين بك يا لكنهك لا يكاد يبين. حتى الشباب حتى الشباب اللي واقفين يلا شاركونا نهاية كل مقطع صيحوا ويانا علي ذكروا علي عباده. غلا يسار واستخف يمين بك يا لكنهك لا يكاد يبين. بدو الاسم علي. تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يغدو تارة ويلي تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يغدو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة بك يا لكنهك لا يكاد تجفى وتعبد وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. تجفى وتعبد تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يغدو تارة ويلين فدع المعاول تزبئ الرقى ساوة وضراوة فدع المعاول تزبئ الرقى ساوة وضراوة إن البناء متين ياسر ياسر. أنا أعتذر أقرأ في النقال آسف جدا لأن ما كنت مهيئ وضعي بس سيد حسنين قال كون تقرأ اليوم وخدمتكم إن شاء الله. في رحاب علي بن موسى الرضا عليه السلام سيدنا قدر الوقت العفو. يا سير يا سر باسم الرضا كل صعب يصيح باسم الرضا كل صعب
يصبح سهل ياسر والحاجة بتنقضي يا معجزة ياسر ياسير ولو عذبون مثل عمار بن لو عذبون مثل عمار بن ياسر ما أترك أنا الرضا وغير ولي مشهد ما أترك أنا الرضا وغير ولي مشهد والحضرة لو تصد أعظم وجل مشهد متعلق روح بعلي وقلبي سكن مشهد حب الرضا يا خلق الكل القلب ياسر صلوات أنا مشهد مشهد الغير ولا يتهل البيت مشهد وصفت لأنوارهم هالروح عم مشهد السلطان ساكن برض مشهد من الزور ينجل هم علي صلوات سلام الله عليك يا علي بن موسى الرضا آخر أبيات إن شاء الله تعالى وأسألكم الدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويجعلكم من زوار علي بن موسى الرضا عليه السلام يا أنيس النفوس يا شمس الشموس أيها السلطان يا علي ابن موسى الرضا يا علي رضا يا أنيس النفوس يا شمس الشموس أيها السلطان يا علي ابن موسى الرضا لا هذا مو جواب مال واحد قلبه طاق على زيارة علي بن موسى الرضا ويتمنى يكون هالساعات في مشهد يلا كل صحن أبل فضل العباس يرفع ايده وياي فدوا أروح لكم يلا كرامة لعلي بن موسى الرضا ارفع ايدك لا تخجل لا تستحي افرح يا أنيس النفوس يا شمس الشمو يا أنيس النفوس يا أنيس النفوس يا شمس الشموس أيها السلطان يا علي ابن موسى الرضا أساتذة يلا شباب يا أنيس يا شمس الشموس أيها السلطان علي ابن موسى الرضا ما مقتنع ما مقتنع ايدك شباب يا أنيس يا شمس الشموس يا أنيس النفوس ايها السلطان
آخر جواب. يا أنيس النفوس يا أنيس النفوس يا شمس الشموس أيها السلطان يا علي بن موسى الرضا بإمامة فضيلة الشيخ داخل النوري أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل. نختم إن شاء الله جزاكم الله خير ونعتذر بسبب إقامة الصلاة إن شاء الله وهذا وقت البرنامج كان بيودي أقرأكم وأخدمكم بعد إن شاء الله. نختم بدعاء الفرج جميع حتى نروح نلتحق بصلاة الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كنا بصحن أبو فاضل. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك. يا الله يا الله في هذه ولياً وحافظاً. يا الله تقام الصلاة الآيات في الصحن الشريف ودليلاً إمامة فضيلة الشيخ داخل النوري أفضل الأعمال الصلاة على محمد حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا لكم.